اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما حضراتكم شفتوا ده كان تاني القاب فريق كره السله سيدات، واللي استطاعنا يفوزوا ببطوله القاهره منذ ايام، واللي شفناه وتابعناه على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه برحب بكابتن الفريق الكابتن وكابتن دينا عمرو. ازيك يا كابتن دينا؟ ازيك كوتش هيثم؟ منورانا. مبروك، ميرسي لحضرتك. ميرسي جدا بصراحه. أكيد أكيد. لا بصراحه يعني أكيد أكيد. الحمد لله. وبنرحب طبعا بنجمه الفريق اللي الحقيقه كان ليها دور كبير جدا في المباراه اللي فاتت، وحتى جمهور النادي الاهلي علق على ظهور مستواه بشكل جيد. معانا طبعا فريده وائل. ازيك يا فريده؟ ازيك يا كوتش؟ ازي حضرتك؟ ميرسي لحضرتك. يعني الحقيقه اداء كويس والمكسب اكيد كمان حلو. طبعا الحمد لله كان المكسب حلو، وكانت دافع يعني البطولات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. دينا، اجيلك. يمكن البطوله او الموسم ده ليه طعم تاني او شكل تاني او ليه وضع تاني. احنا الموسم اللي فات ما كانش احسن حاجه، دي حقيقة. فبيبقى الموسم اللي بعد الموسم السيء او الدروب ده بيبقى حاجه من يا بتعيش في الدروب تاني بالظبط، يا بتطلع وبتطلع بقوه. فانت ككابتن الفريق كنت شايفه الاستعدادات دي؟ لان اكيد ليكي دور، اكيد كان ليكي دور مع الجهاز الفني وليكي دور في الكلام، مش بس جزء فني في الملعب، وطبعا كنت تأدي جزء كبير جدا فني في الملعب، ولكن نتكلم على الجزء الاداري مع اللعيبه. شفت الموسم ازاي وبدايته؟ هو زي ما حضرتك قلت في البدايه، طبعا اكيد احنا جينا من فتره مش كويسه، فكان حافز لينا طبعا ان احنا لازم السنه دي نعمل حاجه. ف يعني بصراحه كابتن طارق يعني بيعمل لنا كل حاجه احنا نفسنا فيها يعني بجد. وفعلا طبعا مع تدعيمات السنه دي، مع ان فعلا كل واحد حاطط الموضوع في دماغه، وفعلا كل الناس بتعمل اللي عليها وزياده، وكله بيجي حتى على نفسه وكل حاجه عشان احنا فعلا عايزين نكسب. فكانت الدليل الحمد لله ان احنا مع اول بطوله اللي هي كانت بطوله المرتبط، احنا كان في كرم احسن من كده بصراحه. يعني كان شكلها حلو جدا جدا. صحيح. جدا فعلا فعلا. لا، كل الناس كانت مبسوطه. اصابه المحترفه كمان ولادته من غيرها بالظبط. فهو فعلا يعني هو كمان حتى يعني بصراحه حتى المحترفه مش لاعب اللي هو الاساسي، هو لاعب مفيد للفرقه. فاللي هو حتى يعني كابتن طارق مثلا هو اكيد بيعتمد عليها وكل حاجه زي اي فرد من افراد الفرقه، بس هي موجوده بتساعد فرقه، وهي حد متعاون جدا، مش حد اناني او مش اللي هو بينزل عشان مثلا يجيب 30 بوينت لوحده ومالوش دعوه. يعني افهم من كلامك ان الفرقه النهارده ما بتعتمدش على النجم الواحد زي قبل كده؟ بصراحه كل الفرقه نجوم بصراحه. دي حقيقه. لا الحمد لله كلنا من يعني من اكبر لاصغر حد الحمد لله. يعني حتى لما اي حد بينزل بدل اي حد تاني مش بيحصل اي مشكله، بل بالعكس اللي نازل بيبقى عنده دافع يعني قوي جدا ان هو يلعب كويس قوي قوي قوي، واللي خارج بيشجعه اكن هو اللي بيلعب بالظبط. والحمد لله ده فعلا. طب افهم من كلامك يا دينا برضو ان 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 التغيير اللي عمل طفره كبيره، طفره يعني انا شايفها طفره، انا مش شايفها يعني مكسب المرتبط بسكور عالي زي كده، تخش على بطوله القاهره بالمنظر الحلو ده، الطفره دي مش بس فني كمان روح. انا فاهم من كلامك ان في روح تانية خالص. لا هي بصراحه دي حقيقه، يعني بدليل حتى انه احنا الحمد لله فرقه كامله متكامله يعني في كل بوزيشن الله اكبر. طبعا مع التدعيمات اللي حصلت السنه دي ورجوع سوريا وميرال، ومعانا دلوقتي طبعا فريده، وكله بدأ يرجع نفسه. كنا احنا حتى فاقدين الثقه شويه، فاقدين المكسب، ومش عارفين نرجع ده تاني. ما بالظبط، فعشان كده مش عارفين نرجع تاني. فعشان كده هو بالنسبه لنا تحدي. طبعا الجمهور يعني عامل اساسي، لان هم اكيد شافونا واحنا بنخسر، فاكيد دي حاجه وحشه، واحنا من نفسنا اكيد زعلانين، احنا ما نستحقش كده. صحيح. مش بقلل من اي حد تاني، بس احنا الحمد لله دايما يعني بصراحه اللي بيلعب في الاهلي دايما العبء عليه يعني اكتر بكتير من اي نادي تاني. انت بتتحاسب، انت بجد بتتحاسب بعد كل بطوله وبعد كل جيم. فكانت النتيجه الحمد لله ان احنا ماتش او يعني بطوله المرتبط الحمد لله بلا هزيمه. ودلوقتي ان شاء الله والمنطقه برده الحمد لله بلا هزيمه، فكده 2 من 5 ان شاء الله. السوبر يوم 24 يا رب يا رب يا رب، نتمنى ان هو يبقى الثالث ان شاء الله. ان شاء الله بقى يبقى بعدها باذن الله الكاس والدوري يا رب. يعني هنستناكم برده ان شاء الله بالظبط.